أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة الميثاق الوطني ومقال للكاتب أحمد صبري تحت عنوان قامة بحجم حارث الظاري ستبقى حاضرة في نفوسنا وقلوبنا. يقول الكاتب: عندما وصفت رحيل الشيخ حارث الظاري بأنه ليس توديعا وإنما استفتاء على منهجه وموقفه الوطني، فإن السنوات الثمان التي أعقبت رحيله تؤكد جيدا صحة توصيفنا لهذا المشهد الذي تداخلت فيه كل عوامل النخوة والتمسك بثوابت الوطن، ووضعت شيخ المقاومة العراقية حارث الظاري في صدارة المشهد السياسي قائدا يسير بجد نحو الأهداف التي ضحى من أجلها والده الشيخ ظاري سليمان المحمود. هذا الاستحضار لقامة وطنية بحجم شيخ المجاهدين حارث الظاري لمناسبة الذكرى الثامنة لرحيله التي بقيت حاضرة عند إخوته في هيئة علماء المسلمين، يتوقفون عند دلالاتها وينهلون من معين الإرث الوطني للراحل الكبير، ما عزز من مكانة الراحل في الفعل المقاوم للاحتلال اضطرار مسؤول كبير في السفارة الأمريكية بالعراق إلى زيارة الشيخ الظاري في مقره بجامع أم القرى في محاولة لاستمالته لتخفيف مواقفه الداعية لمقاومة الاحتلال لتهدئة الأوضاع ووقف سعير المقاومة العراقية التي كانت تقلق المسؤول الأمريكي وحكومته. إن المبادئ والقيم الوطنية التي ضحى من أجلها الظاري وأفنى عمره من أجل تحقيقها ستبقى نبراساً وعوناً لرفاقه الذين حملوا الراية من بعده ويسيرون على نهجه، وما يدعونا للاطمئنان والثقة أنهم على الدرب سائرون. إلى موقع كتابات ومقال للكاتب خليل إبراهيم العبيدي تحت عنوان كفوا عن لعبة الدولار وتوقفوا عن إهانة الدينار. يرى البعض أن الاحتلال يقف وراء تراجع الكثير من الثوابت الاقتصادية والتصرفات المالية التي جاءت مخالفة لقواعد وأصول الاستيراد أو ضوابط وأصول الصرف الحكومي العراقي المتبع كل منهما في مجال اختصاصه. وللحق فإن الاحتلال، يقول الكاتب، دوره الممهد لكل هذا التراجع المالي والاقتصادي العراقي الملحوظ، بل والتراجع القيمي والأخلاقي والثقافي، ولكن كل هذا الباطل من التصرفات المالية والاقتصادية يقع على عاتق من جاء مع المحتل أو تناغم مع تعليماتها واستمر متلذذا بتطبيق قرارات بريمر المدمرة ابتداء من الاستيراد المفتوح مرورا بتدمير القطاع العام وخنق القطاع الخاص وصولا إلى بدعة مزاد العملة الذي كان وراء كل هذا الانهيار المادي للبلد. قد كان حرياً بالبنك المركزي صاحب الماضي العريق أن يكون عاملاً أميناً لإعادة البلد إلى السكة الاقتصادية السليمة وإخراجه تدريجياً من الاقتصاد المشوه للدولة الشمولية إلى حالة الاقتصاد الموجه، بتعبير آخر السير به نحو اقتصاد دولة العدالة الاجتماعية، وذلك عن طريق ضبط إيقاعات هذا الاقتصاد. إن تلاعب الدولة المستمرة بسعر دينارها وهو قيمة سيادية وعلى هذا النحو المهين إنما ينم عن جهالة في درس النقود والبنوك الذي يتعلمه كل مبتدئ في علم الاقتصاد، ويومئ أيضاً عن قلة في الوطنية. وما مزاد العملة إلا طريق أدى بنا إلى مهاو نعرف لها حدوداً الآن، ولكن قد لا نعرف لها أي حدود في المستقبل. كفوا عن إهانة الدينار وتوقفوا عن لعبة الدولار ومزاده، وأعيدوا للعراق هيبته. يقول الكاتب علي حسين في مقال بصحيفة المدى: في كل يوم يصحو العراقيون فيه على سؤال جديد، هل الحديث اليومي عن الدستور يمكن أن يعوضهم سنوات من التخبط والارتجالية والمحسوبية والانتهازية التي مارسها العديد من السياسيين
سؤال وجيه، فبدلا من أن يكون السعي الساسة إلى أن يكون العراق تأريخا من الاستقرار والازدهار، تحول على أيديهم إلى سلسلة طويلة من التجارب الفاشلة في الحكم، مرة في الحديث عن أخطاء الدستور ومرة أخرى في الحديث عن قنابل الدستور كما يصفها الكاتب، ومرات عدة في السعي إلى إقصاء الكفاءات بكل وسائل الاجتثاث. كان لابد من أن يضعوا القوانين التي تحمي مصالح أحزابهم وأن يشرعوا دستوراً يفرق العراقيين لا يجمعهم. تخيل جنابك دستوراً يكتبه عباس البياتي ويعاونه على المهمة صالح المطلق مع رهط من فقهاء المحاصصة وناهزي الفرص. الآن وبعد 19 عاماً من الفشل، اكتشف ساستنا الأفاضل أن الدستور ملغوم وبحاجة إلى تعديلات، وأننا يجب أن نعيش سنواتنا القادمة مع دستور جديد ومعدل تكتبه لنا عاليا صيف بمعاونة هيثم السامرائي. شخصيا لم يفاجئني موقف الساسة حول الدستور، فلطالما استخدموا هذا الدستور للدفاع عن مصالح أحزابهم، وعدوه تجسيدا لمبدأ المنفعة وتقاسم الغنائم. الناس تعرف جيدا أن ساستنا الأفاضل أبدلوا ملفات مهمة مثل الخدمات والتنمية والصحة والتعليم والبطالة والسكن بملف واحد، هو الصراع على السلطة ومنافعها. إلى موقع الجزيرة نت، ونقرأ مقالا للكاتب محمود عبد الهادي تحت عنوان عام على حرب الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا، خداع السلام والحرب. هكذا يقول ويكتب: عبرت الإدارة الأمريكية في خطاباتها بمناسبة مرور عام كامل على الحرب في أوكرانيا عن مصالحها المباشرة من الحرب ومصالح خلفائها كذلك والعالم برمته، وعن شروطها لتحقيق السلام، وهي شروط تعجيزية لا تحقق السلام إطلاقا، وإنما تمهد لإطالة أمد الحرب التي رصدت لها وحدها حتى الآن 110 مليارات دولار، منها 45 مليار دولار للعام الجاري. ويضيف الكاتب: تسوق الإدارة الأمريكية لمزاعم الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية التي وفرت الأمن والازدهار للعالم منذ الحرب العالمية الثانية، متناسية بذلك مسؤوليتها المباشرة عن قتل ملايين البشر في مغامراتها العسكرية في العديد من دول العالم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى اللحظة. التأكيد على الالتزام الجماعي بدعم القواعد والمعايير الدولية التي وفرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أمناً وازدهاراً غير مسبوقين، ليس للشعب الأمريكي ولا للشعوب الأوروبية فحسب، بل للشعوب في كافة أنحاء العالم أيضاً. ولا أدري كيف تسوق الإدارة الأمريكية مثل هذه المزاعم، وكأنها تقرأ من كتاب تاريخ لعالم آخر، متناسية مسؤوليتها المباشرة عن قتل ملايين البشر في مغامراتها العسكرية في العديد من دول العالم، في فيتنام وكوريا والعراق وأفغانستان والصومال، وجميعها بعد الحرب العالمية الثانية، ولم تتوقف عن هذه السياسة حتى اليوم. نشر موقع ميدل إيست آي مقالاً للكاتب جوناثان كوك اتهم جهات غربية بدعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوار بنابلس، وحمل كوك في مقاله الجمعيات اليهودية في الغرب وحكومة الولايات المتحدة ودول غربية أخرى مسؤولية تمادي المستوطنين المتطرفين في جرائمهم. وذكر كوك في المقالين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيت سيلنل سموتريش حول إبادة حوار، حيث قوبلت تلك برفض باهت من قبل الغرب والولايات المتحدة حتى والجمعيات اليهودية، وهو ما يدفع نحو تحميلهم جزءا من مسؤولية ما يجري بحق الفلسطينيين. يعلم سموتريش أن معظم اليهود الإسرائيليين يفهمون على الأقل في عقلهم الباطن أن دولتهم التي تعرف نفسها ذاتياً بأنها دولة يهودية إنما تأسست على الإبادة فعلياً من خلال التفجير والهدم، حينما مسحت من الوجود عدة مئات من المجتمعات مثل حوارة عام 1948،
فلما لا تستمر العملية في أرجاء الضفة الغربية؟ ما المانع في أن يتم التصريح في المناطق المحتلة منذ عام 1967 بما كان إجراءً روتينياً في المناطق التي تم الاستيلاء عليها في عام 1948؟ بينما يتركز النقد على شخص سموتريتش يتم تجاهل أنماط أشمل، فالمستوطنون والجيش ومن ورائهم جميعاً الدولة الإسرائيلية يعملون بتعاون وتواطؤ وتنسيق منذ ما يزيد على نصف قرن لإخراج الفلسطينيين من مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتور. تمكن صيادو الأسماك في غزة من اصطياد كميات من كبيرة من أسماك وطواط في القطاع، حيث أسماك الوطواط هي من أنواع نادرة الموجودة هناك وتم عرضها على شاطئ البحر للبيع. وأفاد مراسل الأناضول بأن الصيادين في قطاع غزة تمكنوا من صيد كميات وفيرة من أسماك الوطواط من داخل البحر وسحبها للشاطئ. وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش للأناضول قائلا إن الصيادين تمكنوا من اصطياد كميات كبيرة من سمك وطواط البحر من على بعد 15 ميلا بحريا وتم عرضها على شاطئ البحر لبيعها. وأضاف أن هذا النوع من الأسماك أسعاره منخفضة مقارنة بأسعار لحوم الأسماك الأخرى، ولفت إلى أن موسم صيد سمك الوطواط يبدأ من مارس آذار وينتهي بداية أبريل نيسان. في فرنسا تحولت قضية تراكم تلال القمامة المتزايدة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس إلى شأن سياسي، واتهم معارضون عمدة باريس الاشتراكية آن هيدالغو بالتقاعس في مواجهة مشاكل النظافة الوشيكة، حيث انضمت خدمات جمع القمامة هي الأخرى إلى الإضرابات الحالية التي تجتاح البلاد ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا. وتصاعدت دعوات في المدينة لإجبار العمال على العمل أو اللجوء إلى الشركات الخاصة. وتقول السلطات المدينة إن 5600 طن من القمامة تراكمت حتى الآن خلال الإضراب الذي استمر
على مدار 8 أيام، وتقول إن الوضع سيظل صعبا في المدينة في غضون الأيام المقبلة مع إغلاق المحارق بسبب الإضرابات وإغلاق ساحات جمع القمامة. أما الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. التوترات الجيوسياسية الناشئة والصراع في أوكرانيا والتعافي غير المتكافئ من جائحة كورونا تركت فجوة في الوظائف العالمية. زاد الطلب على الوظائف بمقدار 33 مليونا لعام 2022 عن العام 2019، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل قرابة 208 مليون شخص بحسب تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2023. وفي خضم الأرقام المقلقة للبطالة وارتفاع أعداد الخريجين والراغبين بالتوظيف، تلفت الانتباه إعلانات وفيرة على مواقع التواصل. فما قصتها؟ إعلانات وهمية. أطلقت عملاق شركات النفط الجزائرية شركة سوناتراك تحذيرات متعاقبة من خطر إعلانات التوظيف الوهمية التي تغزو مواقع التواصل. تقول الشركة أن هذه الإعلانات لوظائف غير موجودة في الواقع تستغل طالبي العمل وبخاصة الجامعيين منهم لأغراض ربحية غير بريئة. وزارة التنمية القطرية حذرت أيضاً من مغبة التعامل مع جهات وكيانات غير رسمية تروج لفرص توظيف وهمية، مشددة على عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية. بدورها دعت وزارة العمل الأردنية الراغبين في التوظيف على ضرورة التعرف على الشركات المسجلة قبل الشروع بتقديم البيانات. تحذيرات تأتي وسط كم هائل من إعلانات وظائف من شركات احتيال تغري ضحاياها برواتب خيالية مقابل الحصول على وظائف وهمية. سرقة بيانات. تسعى إعلانات التوظيف الوهمية من ما يعرف بالشركات جامعة الأموال للحصول على أموال الضحايا وقرصنة حساباتهم لابتزازهم أو انتحال صفتهم وفقاً لخبراء في المجال الرقمي. ولا بد من أخذ جانب الحيطة والحذر من شركات تقدم للضحية راتباً مغرياً مقابل العمل بدوام جزئي من المنزل وفقاً للCNN. وبما أن البطالة ونقص فرص العمل اللائق سيظلان عند مستويات مرتفعة باستمرار بحسب منظمة العمل الدولية، فإن وتيرة الإعلانات الوهمية سترتفع برغم كل الإجراءات والتحذيرات. وأنتم هل وقعتم ضحية للإعلانات الوهمية؟ إلى اللقاء.